بالمناسبة أتقدم بالتهاني الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة يناير العام الجديد، عام الدراز، احنا نسموه عام الدراز يناير. قضية يناير هذه عادة وتقليد جزائري منذ القدم، يعني عنده قرون وعقود، وهو الشعب الجزائري يحتفل ببداية موسم الحرث أو الموسم الفلاحي، بداية الموسم الفلاحي اللي هما يسموها يناير. احنا في مناطق الريف في البدو نسموها الدراز، وعلاش؟ لأنه ناكلوا الحلوى والشيكولا والكوكا واللوز وكذا، قفة هكذا سعفة تاع حلوى دراز، ناكلوها في ذاك النهار ونديروا الطعام بالدجاج العربي. الدجاج العربي يذبحوه، سموه دجاج العرب بكري، أو باللحم حسب إمكانيات الناس اللي عندهم، يديروا باللحم اللي ما عندهمش، ومعظم العائلات كانوا يعني بساطة يديروه بالدجاج، والدجاج العرب اللي ربوه في الدار. ونفرحوا عادي، والمطر والثلج والبرد وكذا، وندفى وعادي جدا، ما عندنا حتى خلفية دينية أو خلفية وثنية أو خلفية شرك أو أبدا. جدودنا وآبائنا يحتفلوا في كل التراب الجزائري، وليس فقط في منطقة القبائل مثل ما يعتقد هؤلاء الأغبياء السذج من الإسلامويين المتطرفين الجهلة. هذه الظاهرة هذه تاع قضية الوثنية والتخوين وششناق وبشناق وبشماق وشكوبي، هذا تاع التمسخير، ظهرت ابتداء من 1990، من ظهور المتطرفين الإرهابيين تاع 1990، ظهور الإسلامويين هذو اللي أصحاب اللحية المصطنعة، زوز زغبات، جماعة ختيتيل وجماعتهم هذو زوز زغبات اللي ما عندهمش اللحية أصلا، ربي ما بارك لهمش، زوج زغبات هكذا نايضين لهم، ويجي يفتي يقول لك هذا يا شرك بالله وكذا ووثنية، يعني يشكوا المواطن الجزائري في دينه، في أصله، في عاداته، في تقاليده. لأنه مثل ما خبرتكم كنا نحتفلوا به وإحنا صغار. أنا أتذكر من اللي كان في عمري تقريبا 6 سنين بديت نشفى، كل عام نحتفلوا به. الوالد أنا عندي الله يرحمه يروح يجيب لنا قفة تاع دراز، حلوى وقاطو وشيكولا وقفريط ولوز وجوز وكذا، يشريه من السوق ويجيب دجاج طيب لنا الوالدة الله يرحمها طعام باللحم وقعدة مليحة، ويتلموا أعضاء أفراد العائلة وناكلون، بعد يرمونا هذاك الدراز في الأرض ونبدأوا نلعبوا ونتخاطفوا وناكلوا وكذا، نضحكوا ونقصروا عادي جدا. وحتى في المسجد، في المسجد يروحوا يصلي ويروحوا يقراوا القرآن ويديروا احتفال ديني بالمناسبة، وصلات كان بي وتفوت الأمور عادي جدا. بعد أحداث التسعينات وظهور ما يسمى بهؤلاء المتطرفين الإرهابيين، دخلونا فكرة هذا حرام وهذا كذا، ثم غابت هذه الفكرة، غابت لسنوات إلى غاية يعني الإرهاب ووقت بوتفليقة، وغابت. وبعد كذا ظهرت في السنوات الأخيرة بعد ظهور الأغبياء السذج ما يسمى بالخونة، جماعة واسيني وهذا الأخر، عاود ظهرت هذه القصة هذه. الآن خرجوا بها واحد القوم اللي هما معظمهم من قوم طيطيط، قوم تيزانة، اللي هما ما يسمى بالباديسية النوفمبرية، جماعة الباديسية النوفمبرية اللي هما أخطر بكثير من المتطرفين تاع اللي بالحاج. يعني نقولها لكم الدوام من عندي، هذو جماعة الباديسية أخطر بكثير من جماعة الإرهابيين وجماعة علي بالحاج. يعني نقول لكم، أعطيها لكم رسمي، هذا جماعة الباديسية النوفمبرية الهايشر، هذو الأغبياء اللي حاولوا يستغلوا يستعملوا جهل وغباء المنظومة اللي كانت تحكم فيها في 2019، خرجوا لنا فكرة هذو تعشيشناق وهذو الأمازيغ وهذو القبائل وهذو كذا، وحبوا يلزقوا يناير بالقبائل، ما عندوش علاقة، لأنه هذا يناير الدراز نحتفلوا به في الجلفة ولاد نايل، في الأغواط،
في غردايا، في تمرست، في تلمسان، في وهران، في قسنطينة، في العاصمة، في كل مكان. ما عندوش علاقة بمنطقة معينة أو لغة معينة أو يعني عادات معينة. لا، كل الجزائر أو كل شمال إفريقيا حتى في تونس والمغرب يحتفلوا بيناير عادي جدا، وما عندنا حتى خلفية. الآن يحوسوا يدخلونا قصة أنه هذا الشرك بالله ووثنية وراكم تشركوا بالله وراكم تدير. هما اللي داروا الفكرة هذه، ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة. لأنه قلت لكم أنا كنت نحتفل في عمر 6 سنين عادي جدا، وقبلنا كانوا يحتفلوا وبعدنا يحتفلوا، ومن بعد نسينا القصة أحداث الإرهاب ومشاكل، والآن يحتفلوا عادي جدا، وهو تقليد مستحب، أمر مستحب، ما هو لا حرام ولا يعني ضد العادة والتقاليد ولا ضد الوطن ولا ضد الدين، عادي جدا. إذن أقول كل عام وأنتم بخير، ويناير على كل الجزائريين اللي هو موسم فلاحي، لأنه إحنا كنا نحتفلوا به من اللي كنا صغار ولحد الآن، لأنه يتزامن مع موسم الحرث. الناس يبدأوا يحرثوا في الأرض ويبدأوا يقلبوا في التربة، وباش ربي يبارك، يعني احتفال ربي يبارك الفلاحة والأرض. ولأنه الناس كتب نيتها بكري، كتب نيتها فينا يناير هذا، يا نهاية ديسمبر جانفي هذه الفترة، ثلج للركبين. أنا نذكر كي كان في عمري، حتى كي كان في عمري 10 سنين 11-12 سنة، جانفي عمره ما يفوت بدون ثلج في البيرين. البيرين يعني أنا عشت طفولة تعي في البيرين وليت جلفة. كي كان في عمري أنا 10 سنين 11 سنة حتى 12 سنة، الثلج للركبين ما نقدوش نخرجوا، ثلج نروحوا المدرسة ثلج بالبوط، لابسين البوط ثلج. الآن تقريبا عنده حوالي 30-40 سنة ثلج ما صبش في المنطقة، لأنه جاونا هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء كيما يقول لك متطرفين، اللي ربي ادى البركة بظهورهم، ظهروا هذو عباد الشر، البركة في روحها راحت. ربي نحن البركة تاعو والثلج وموسم الحرث والمطر والدنيا بظهور هؤلاء المخنثين، هؤلاء متطرفين، هؤلاء الإرهابيين. أوكي، شنو هذا، نعطيكم موقفي أنا من هذه يناير، ونقول للشعب احتفلوا بيناير واستمروا في احتفال بهذه العادات والتقاليد التي لا تمس لا بالدين ولا بالوطنية ولا بالجهوية ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بأي شيء. استمروا وخلوا أولادكم يحتفلوا بها، وخلوا أحفادكم، وخلوا أولاد أولاد أولادكم، عادي جدا. أنا في لندن ونحتفل بيناير هذا، يا أولادي يحتفلوا، الحمد لله أنهم هم محافظة على التقاليد، يحتفلوا بيناير، يجيبوا ماكلة ويجيبوا، حتى نكون مسافر ومشغول يجيبوا يحتفلوا، يعرفوا أنه هذه فترة هذه عندها علاقة بموسم الفلاحي، موسم الحرث، ما عندهاش علاقة بشي شناق وهذه شي بشناق وهذه، لأنه ما عندوش علاقة. لأن المتطرفين من جماعة الماك وغيرهم هم اللي استفادوا من هذا العداء تاع الإسلامويين، ودخلوا قصة تاع يناير والهيدورة وهذا الخرطي، هذه الخرافة اللي لا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة، لأنه بكري ما كانش هذه شي شناق، هذا غير، هذا خرافة غير صحيح. لأنه يناير عنده علاقة بموسم الفلاحي فقط، احتفال لا يتعارض والشرع لا يتعارض والقانون لا يتعارض والعادات والتقاليد. أوكي، هذه نقطة إلى السطر.